يعد مدفع الإفطار موروثاً تاريخياً منذ عقود، حيث استقبلت مملكة البحرين شهر رمضان المبارك بثمان طلقات معلنة حلول الشهر الفضيل. هذا ويتم إطلاق طلقة واحدة في وقت الإمساك وأخرى في وقت الإفطار وسط حضور جماهيري لعدد من الأهالي لمشاهدة هذه اللحظات التي اعتاد عليها كل عام. يمثل مدفع الإفطار موروثا تاريخيا وتراثيا تراكم عبر السنوات في مملكة البحرين، حيث أنه أصبح تقليدا متبعا ارتبط بشهر رمضان المبارك وروحانيته وما يقوم به رجالات وزارة الداخلية بالمحافظة على هذا الموروث باللباس التقليدي لتأدية مراسمه. يحكي ذكريات قديمة يستمتع به الأهالي باسترجاعها بين الحين والآخر. مدفع رمضان هو موروث شعبي وتاريخي لمملكة البحرين، وارتبط صوت المدفع بالإعلان عن المناسبات والأعياد، منها قدوم الشهر الفضيل بإطلاق ثمان طلقات، ويتم الإعلان أيضا عن وقت الإمساك والإفطار بطلقة واحدة لكل منهم، ويتم توزيع المدافع على جميع المحافظات وهم محافظة المحرق، محافظة العاصمة، والمحافظة الجنوبية، والمحافظة الشمالية. واعتاد الناس بالحضور إلى مواقع المدافع ليشهدوا وقت الإفطار والإمساك والاستمتاع بالعرض الذي يقوم به رجال الشرطة بالزي القديم أثناء الرماية من المدفع. وتحث وزارة الداخلية الجمهور الكريم بالابتعاد لمسافة الآمنة عن مواقع الرماية، وذلك للحفاظ على سلامتهم. كعائلة أن أجيب أولادي علشان يعرفون أهمية المدفع وشنو كان استخدامه قديما، عشان يعرفون أوقات دخول الصلاة وإلى آخره. طبعا أنا اللي يعجبني في هاي الفعالية الحرص الزائد علينا إحنا كجمهور متفرج لهاي الفعالية، إن الدوريات الموجودة تحرص على سلامة الجميع، سواء كان بوجود الحواجز، سواء كان الانتباه إلى النقطة المركزية لخروج الانطلاق المدفع، إن يحرصون تشوف حتى على الجانبين وعلى أمام إنه ما يكون أي أحد موجود عشان يكون سيفتي حقنا وحق أولادنا وتنتهي هاي الفعالية بسلام بصحة وعافية. طبعا يكون من موارثنا الشعبية المعروفة قديما، من يوم كنا احنا اطفال صغر صراحة دائما نسمع عن المدفع الرمضاني. من 4 سنوات انا موجود في البحرين، وشيء حلو جدا انه الاطفال بيجوا وبيشوفون المدفع، فشيء هي حلو جدا ومميز. والاطفال انا عندي دائما في كل سنة انهم بيكونوا حريصين على ان نيجي اكثر من مرة على نشوف المدفع وعلى هذا المكان. وتعمل وزارة الداخلية بجاهزية عالية لتأمين منطقة مدفع الإفطار بالشكل الكافي بما يحفظ أمن وسلامة المجتمع، إلى أن المسؤولية الفردية للمواطنين والمقيمين بالالتزام بإرشادات السلامة العامة عاملا هاما لحماية أنفسهم وأبنائهم لحضور هذا المشهد التراثي والاستمتاع بلحظاته. مدفع عبي مدفع واحد إلى جميع المدافع، خليك جاهز وانتظر العد. 1 2 3 ارمي.